أقامت الهيئة العامة لدار الأسد الثقافة والفنون وبالتعاون مع الجمعية العربية المتحدة للأداب والفنون احتفاءً بالذكرى 73 للجلاء حفلاً غنائياً على مسرح دار التربية لثنائي صوت الشرق في حلب سمر بلبل وعصام الشريفي. كان حفل مميز، حفل مميز بكل معنى الكلمة، كان يتضمن شكل جديد بالغناء السوري الجميل، ألحان سورية جميلة جدا، مطربة صوت أوبرالي، صوت متمكن دارس، ملحن متمكن. حفل جميل جدا، يكفي أنه قطعوا مسافات طويلة من فرنسا إلى سوريا ليشاركونا فرحتنا بأعياد نيسان، أعياد الجلاء، لنصل طبعا للجلاء الأكبر، جلاء المحتل الصهيوني عن الجولان الحبيب. سوريا بخير، لا زالت حلب بخير وصامدة، وراح تكون بالأيام القادمة أفضل بكتير مما كانت عليه. حلب عظيمة بثقافتها، حلب عظيمة بمحبتها، حلب عظيمة بتراثها الفني والموسيقي اللي شهد له كل المختصين على مستوى العالم العربي وفي العالم كاملا. رسالتنا نقول أنه عنا كلام جميل جدا، عنا موسيقى متميزة جدا، واسمعوا. ولهلأ على فكرة رسالتنا مستمرة بعودتنا إذا الله راد وكتب لنا في عنا أمسية بألمانيا. من فترة ما نبعيدي كان حلم أنه نفكر نجي على حلب، واليوم نحن بحلب وعم نغني من حلب ولحلب، وهي رسالة كتير مهمة إلنا. جينا بس مشانا أسبوع من فرنسا لنرجع نقول لكل محيطنا أنه حلب موجودة، لازالت مصدر نور وثقافي وأدب وفن للعالم كلياته. منذ 20 عاماً والثنائي مغتربان في أوروبا، ولكنهم جاءوا شوقاً إلى حلب ليقدموا أغاني متنوعة، منها أوبرالية بموسيقى شرقية، بالإضافة لتقديم مقطوعات موسيقية للموسيقار عبد الحليم حريري، تنوعت بين القديم والحديث، حيث تم تقديم خليط موسيقي جميل وجذاب لجمهور حلب الذواق.